أهلا بكم من جديد. رسميا بلغ عدد سكان كوكب الأرض 7 مليارات نسمة، واختارت القارة الآسيوية الطفلة الفلبينية دانيكا كارمز لوصول عدد سكان العالم إلى هذا الرقم مع حلول يوم السكان العالمي. وفي هذه المناسبة يسلط الخبراء الضوء على التحديات الكبيرة التي يطرحها النمو الديموغرافي في العالم. من عمان ينضم إلينا دكتور فاضل الزعبي، المناسق الإقليمي للطوارئ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. أهلا وسهلا بك دكتور. 7 مليارات نسمة، بداية ماذا يعني هذا الرقم لكم، وما أبرز التحديات التي يطرحها هذا النمو الديموغرافي المتسارع في العالم؟ هذا الرقم يعني وجود تحديات كثيرة وكبيرة أمام المجتمع الدولي، أهمها على الإطلاق هو تحدي الجوع. نحن نعلم أن الأرض تنتج ما يكفي لإطعام سكانها، لكن وجود التذبذبات العالية في الأسعار وعدم القدرة على الوصول إلى الغذاء من قبل معظم سكان الكرة الأرضية أدى إلى وجود مليار جائع، أي 1 من كل 7 لا يستطيعون الوصول إلى الغذاء. هذا تحدي واحد، إضافة للتحديات الأخرى على صعيد الفقر والجوع. والجوع كما نعلم ينتج أيضا من وجود هذا الفقر اللي هو يمنع الوصول إلى الغذاء، البطالة وما إلى ذلك. أريد أن أجلب الاهتمام إلى منطقتنا بالذات، منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يبلغ معدل إنفاق الفرد الواحد على غذائه بين 58% إلى 72%. إذن أصبح هنالك تحدي جديد يفرضه زيادة السكان في العالم، ألا وهو تأمين الغذاء للمليار جائع حتى لا يتزايد هذا الرقم. طيب، يعني على المدى ربما المتوسط أو الطويل إن شئت دكتور، يعني الجوع، الفقر مقابل ارتفاع أسعار الغذاء، ارتفاع معدلات البطالة، الطاقة، قضايا المناخ وغيرها من القضايا، حجم هذا التأثير الذي سيخلفه هذا النمو في المستقبل؟ إذا استمر هذا الحال فإن المنطقة والمناطق الأخرى في العالم سوف تشهد الكثير من المآسي والكثير من النزاعات التي سوف تؤدي إلى اضطراب في الموازين العالمية. إذا استمر هذا الحال بدون وجود حلول جذرية، بدون اتباع ما تصفه منظمات المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة في هذه المجال، التي تصر على وجوب الاهتمام لهذه المشكلة ووجوب تنمية المناطق والدول الأفقر أو الأشد فقرا في العالم حتى تواجه هذه التحديات. إذا استمر هذا الوضع سوف يكون حال العالم غير ما هو عليه، بل على العكس سوف يكون هنالك العديد من النزاعات والصراعات وعدم الاستقرار الذي يؤدي إلى مزيد من الفقر ومزيد من الجوع ومزيد من التخلف وقلة التنمية. نعم، يعني تتحدث أو تشير إلى إن وجدت الحلول برأيك، يعني هل هنالك وعي ناضج وحقيقي من قبل حكومات العالم لمثل هذه الأرقام وأثرها على الحياة المعيشية للإنسان؟ أنت تحدثت مشكورا عن الوعي، الوعي موجود، لكن هل يوجد الإرادة لتنفيذ هذا الوعي؟ أنا ما زلت آمل أن ينتبه المجتمع الدولي أكثر إلى هذه المشاكل وأن تكون هذه الإرادة موجودة، الإرادة السياسية، الإرادة الاقتصادية، الإرادة الاجتماعية، من أجل دفع عجلة التنمية في دول الأشد في الدول الأشد فقرا والتي هي بحاجة إلى الغذاء وما غير ذلك من تحديات يفرضها زيادة الرقم إلى 7 مليار شخص في العالم. الدكتور فاضل الزعبي كنت معنا من عمان، شكرا لك. الطفلة دانيكا حصلت على منحة دراسية وحصل أهلها على مبلغ من المال، لكن ماذا عن مئات الآلاف من الذين يولدون كل يوم في شتى أنحاء العالم، وما هو حجم التحديات في ظل الإحصاءات التي تفيد بأن هناك نحو 1 مليار شخص جائع في العالم؟ بحلول اليوم العالمي للسكان هذا العام يدخل سكان كوكب الأرض تاريخا جديدا هو تاريخ ولادة رضيع يكمل عدد سكان الأرض 7 مليارات نسمة، وهذه فرصة للاحتفال بالإنسانية المشتركة، وهو أيضا تذكير بالمسؤولية المشتركة تجاه الإنسانية وتجاه كوكب الأرض. ففي عام 2010 زاد عدد سكان الأرض نحو 81 مليون نسمة، وهذه هي أعلى نسبة زيادة على الإطلاق في تاريخ النمو السكاني العالمي.
7 مليارات نسمة يعيشون في كوكب مليء بالتناقضات والتعقيدات. فمثلا لدينا ما يكفي من الغذاء لكل فرد، غير أن ما يقرب من مليار إنسان ما زالوا يتضورون جوعا، ولدينا الوسائل للقضاء على كثير من الأمراض إلا أن تفشيها مستمر، ولدينا هبة هي البيئة الطبيعية الغنية إلا أنها لا تزال عرضة في كل يوم للاعتداء والاستغلال الجائر. وكل ذي ضمير حي يحلم بالسلام، إلا أن أرجاء كثير من العالم تعيش في خضم النزاعات غرقة في بحر من الأسلحة. يرى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أنه لابد من أخذ الأمر على محمل الجد، فالمسألة ليست أرقاما فحسب، إنها قضية إنسانية. 7 مليارات نسمة بحاجة إلى غذاء وطاقة وعروض مناسبة فيما يتعلق بالعمل والتعليم، أي كل ما يتمناه المرء لنفسه، ومضاعفا 7 مليارات مرة. هنا يحذر الخبراء من التحديات التي تنتظر العالم، فبالنسبة إلى البلدان الأكثر فقرا ستواجه حكوماتها صعوبات لتأمين غذاء ودواء وفرص عمل. وهنا يبدو المثال إفريقيا، الدول الغنية لها تحدياتها أيضا، فبالنسبة إلى اليابان هي مضطرة كما حال بلدان أخرى في أوروبا الشمالية إلى مواجهة شيخوخة سكانها. وعلى صعيد تأمين مصادر الطاقة، يتوقع أن يشهد الاستهلاك العالمي للطاقة زيادة بحوالي 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستواه الحالي. ويقول المهتمون في الشأن الإنساني إنه للتغلب على مصاعب بهذه الضخامة ينبغي بذل أفضل ما عند كل واحد منا من أجل إيجاد مستقبل أفضل لسكان عالمنا البالغ عددهم 7 مليارات وللأجيال القادمة.